الجانب الإسرائيلي الآن بدأ يميل للحديث حول وقف إطلاق النار، ولكن هذا الحديث كما جرت العادة وأنت تتفكر في كل الجولات السابقة له سياقه، بمعنى ليس فجأة يتم الحديث حول وقف إطلاق النار، إنما يتم البدء بالحديث أولا عن وقف لإطلاق النار لأهداف إنسانية، يعني وقف مؤقت لبضعة ساعات. بعد ذلك يبدأ الحديث حول أن يكون هنالك إعطاء فرصة للوسيط المصري، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن وقف متبادل لإطلاق النار، يسمونه الآن خفض التوتر. الجانب الإسرائيلي وتحديدا وزير موجود في الكابينت الإسرائيلي، أي في يعني صناع القرار في إسرائيل، قال اليوم بأن الأهداف الخاصة بالعملية العسكرية قد استوفت، وبالتالي العملية يجب أن تنتهي لأنه لا يوجد هنالك المزيد من الأهداف التي يمكن تحقيقها. الجانب الإسرائيلي وتحديدا المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يرون بأن هذه العملية على المستوى الاستخباراتي حققت إنجازات هامة، كاغتيال قائد المنطقة الشمالية للجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، قائد المنطقة الجنوبية خالد منصور، أي جناحي الحركة في منطقة قطاع غزة، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لتكتيكات العسكرية الإسرائيلية. والأهم من ذلك بكثير بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو معرفة القدرات الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي حصرا، بمعنى بأنه في معظم الجولات السابقة باستثناء 2019 كانت حماس والجهاد وكتائب شهداء الأقصى وعبو علي مصطفى كلهم يعني يقومون بالضرب، ولا أحد يستطيع أن يميز من يضرب ماذا. الآن في هذه المعركة تبين ما الذي تملكه حركة الجهاد الإسلامي: القوة الصاروخية، مدى الصواريخ، دقة الصواريخ، وكل هذه القضايا بالنسبة للجانب الإسرائيلي تدرس للمستقبل ولا تدرس للآن، لأن هذه الجولة لا تحمل أي معالم سياسية، لا تحمل أي ضمانات، لا تحمل أي مطالبات، هي فقط تتحدث عن وقف إطلاق النار، بمعنى أن إسرائيل خلقت الحادث، هي اعتقلت بسام السعدي بعد بأربعة أيام وأغلقت قطاع غزة، بعدها بأربعة أيام اغتالت تيسير الجعبري وبدأت الحرب، والآن هي تتحدث عن نهاية الحرب بعد أن رأت بأن العملية قد انتهت. هذا على المستوى أيضا الشعبي هو مؤلم لأنصار حركة الجهاد الإسلامي، لأنهم كانوا يرون بأنه يمكن أن يكون هنالك رد قوي وصارخ على هذا العدوان الإسرائيلي، وأن كان ذلك لم يحدث. في المقابل أهالي قطاع غزة الذين يعانون الأمرين من هذه الضربات الإسرائيلية القاسية، أشلاء الأطفال التي رأيناها ليلة أمس، واليوم نرى أيضا المزيد من المنازل، أكثر من 700 وحدة سكنية دمرت في قطاع غزة. الجانب الإسرائيلي أيضا لا يريد لهذه العملية أن تستمر لثلاثة أسباب بإيجاز. السبب الأول هو الوضع الاقتصادي، كل يوم الآن مع بداية الأسبوع يكون هنالك إغلاق في كل منطقة جوش دان، أي المنطقة الوسطى في إسرائيل، هذا يعني مخاسر بملايين الدولارات. السبب الثاني بأنه لا يوجد هنالك أي من المكتسبات الأمنية والاستراتيجية التي يمكن لهذه العملية العسكرية أن تستمر لتحققها، يعني هم لا يريدون مثلا أن يكون إسقاط أو يكون هنالك تدمير كامل أو اعتقال شخص معين، يعني لا يوجد هنالك ذلك الهدف الصارخ الذي يستدعي هذه الحرب. والسبب الثالث أنهم أيضا لا يريدون استفزاز حركة حماس أكثر من اللازم، وذلك لدفع لمواجهة، وعندها سوف تنفجر الأمور وسوف يكون من الصعب مكان الحديث حول التهدئة. مآلات هذه الجولة بلا شك بأن هذه الجولة لها علاقة برؤية إسرائيل في المحور الذي هو يبدأ من طهران، بغداد، دمشق، بيروت وغزة، هذا هو الذي ترى إسرائيل. ولذلك المسؤولين الإسرائيليون كانوا يتحدثون أمس وقبل أمس حول زياد النخال الموجود في طهران، حول القيادة السياسية الموجودة في لبنان، حول القيادات العسكرية التي تتلقى تدريباتها في دمشق. هذا الذي يفكر فيه الإسرائيليون، لأنهم يريدون أيضا أن يفحصوا الوضع في موضوع ترسيم الحدود المائية مع لبنان وتهديدات حزب الله. إذا دخل حزب الله في يوم من الأيام في معركة مع الإسرائيليين، فإن حركة الجهاد الإسلامي سوف تكون مضطرة لزاما بأن تدخل بهذه المعركة نتيجة التحالف القوي بين الطرفين. وإسرائيل تريد أن تدرس وترى وتراقب ما الذي يجري. ولكن السؤال الأهم، هل هذه هي قوة حركة الجهاد الإسلامي؟ هل هذه هي كل الطاقة التفجيرية والصواريخ التي تم إطلاقها؟ بلا شك بأن العدد هو كبير، أكثر من 700 صاروخ، ولكن هل هذه هي القوة؟ أين هي قوات الكوماندوز؟ أين هي القوات التي تعمل في الأنفاق تحت الأرض؟ ماذا بخصوص المسيرات؟ ماذا بخصوص القوة البحرية؟ لماذا لم نرى تلك المفاجآت التي كان يمكن أن نراها خلال الجولات السابقة؟ أم أن حركة الجهاد الإسلامي لا تريد استنزاف قوتها ولا تريد استنزاف كل هذه
الطاقة التفجيرية وتبقيها للجولات القادمة. بمعنى آخر بأن هذا الذي حدث خلال 30 أو 40 ساعة الماضية كان اختبار مشترك، اختبار متبادل بين الطرفين.